انت جيتي ورايا لهناك ليه؟ انت اللي جابك هنا؟ بقولك يا سار، ما تبوظيش كل حاجة حلوة بينا عشان أوهام. الأوهام دي اللي أنا كنت عايشة فيها يا حبيبي. انت مش فاهمة حاجة ومش عاوز أفهم. أنا كل اللي أنا عاوزاه إنك تسيبني في حالي. بس أنا من حقي تسمعيني. وأنا من حقي أبقى لوحدي. لا هتسمعيني عشان تعرفي إيه هو الصح. مفيش أي حاجة من اللي حصلت دي صح. يا سارة فهمت. أنت أحقر من إني أعاتبك. وأقل من إني أحس بيك. وأنا غلطتي إني أمنت الواحد أسهل حاجة عنده الخيانة. أنت خنت مراتك معايا. والنهاردة بتخوني مع صاحبتي. ودلوقتي جاي ليه؟ عشان تخونها هي كمان؟ طب انا مش هعاتبك على كلامك ده عشان عارف ان انت مجنونه وعارف ان انت بتقولي كده من ورا قلبك، بس انت لازم تفهمي. مش عايزه افهم يا شريف. انا عايزك تطلع بره. نعم اطلع بره. يعني اطلع بره؟ اطلع بره يا شريف. يعني اطلع بره؟ ما تورينيش وشك تاني. انت مجنونه ولا ايه؟ خلي عندك مش هطلع كرامه واطلع بره. ماشي هطلع بره، بس ما ترجعيش تعيطي. في 60 داهيه. انت اللي في 60 داهيه. يلعن ابو اليوم اللي شفتك فيه.